مرحبا بجميع مستمعينا ومشاهدينا. توا هما دي ساعتين و 19 دقيقة. ديما نوصيكم ونعاودوا ردوا بالكم على رواحكم اللي شادين الطريق. ديقا ديقا طريق السلام. أما بربي علاش راجعة يا أمل؟ صحيح نتوحشوك وماذا بينا تخدم معانا، أما بالحق ما تلاحظش اللي الحصة صاي ما عرفتش بتسيطر عليها. إي ما حصة ما فهمتش بها وفات فيس. هي وفات فيس اليوم أي والله العظيم وفات فيس. هي وفات بدات بننسي عاجل وفات بننسي عاجل. يا بنتي يا اخي عامله اتفاقيه انت ننسي عجر ما شنو الحكايه خالص عليه. ملك دوزي اهلا وسهلا. السلامه بكري. هي تعرف بدايه اسبوع طيبه قبل كل شيء. عايشك من بكري شدة تخربش 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 الكتيبه ما فهمتش انا والكلام ما مش مفهوم. لا اليوم سهل بريس. ها يا ترى نشوف ان شاء الله. انا بداوة يلا عذراه. نعم عذراه. لا سهل. لا بدينا بداية موفقة للجميع. سامي. سامي. تركتين. نخز. نخز. مكوش. مش هذيك. وحيني. ها؟ قلوش. أنا متأكدة تقرأ فين بالغلط البنية. لا ولا صحاح. داي. قبس. لحظة برك. لحظة دقيقة. اللي من بعد باش تسميها الولايه وعندكم حق الرد على العظمانتي يعني. والله والله خاطر متاكده انت تقرفين بالغلط. عرفتها كذي يقول لك خان هذري حقلت مسحور. معناها انا ما طلعتش الكلام قلت انت ما تعرفش. باهي مش اللي تقول لنا فيه مش بقول كي سهل. باهي 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 باهي. قبل ما تكملي احنا وين؟ جندوب. جندوب. احنا في جندوب. يا جماعة اللي من جندوبة وإلا يعرف شكون من جندوبة بربي تحب نعطيك دي كونتاكت بتاع لا لا نعرف 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 لا لا نعرف أنا okay. نعرف كاين شكون من جندوبة دونك نتأكد منهم بعد شوية بالكلمة بالكلمة زين. ربي تحية عم أحمد. تحية للطليلة الجبلي اللي عطتنا الكلمات. لا هي عطتك الكلمات أي وطليلة الجبلي نسلم عليك وهاي بوسة زادة توس. أما أنت كيفاش نطقتهم خاطر ما سمعتهمش أنا قبل الكلمة هذو. مريكل. والله يا ملاك بالكلمة غدوة ما نجيبهم لك والله. باهي. الله. قبس. لا يكمل كمل على واعرة. نويلة. لا لا لحظة عاد خليني نحاول نطلع أخيا. واعرة. عبد واعر معناها. طريق واعر ولا حاجة واعر. هي صعيبة صعيبة يعني حد. صحيح. أنا ذيك صعيبة. النويلة. النويلة. نويلة. النويلة. النويلة. مش مشكلة. أدي. مشككة. مشكك. مشاولة. سيقومة. سيقومة. ها. الرزيم. الرزيم. أرقى. أرقى. ونغصي. ون؟ نغصي. نغصي. هي نفس المعنى نتاع تغيم. تغيم كلمة واحدة أخرى مش معناها جاية من كلمة غيو. أنا عرفت الأولى خلينا نعرف الثانية. باهي نبدأ. عذراه. أي لا. تفسيرها لحظة هي لحظة لحظة لحظة. مالك؟ اكتب. بالظا ولا بالذا؟ بالظا. ماه؟ عذراه. تعطيك الورقة. أه باهي يعطيني الورقة. خير. عذراه. هي ثرنتي. نعم؟ يمكن صحيت يا اخي ترنتي طلعت ما تقراش. يمكن طلعت ما تقراش. لا قالت لي عذراه ومن بعد قالت لي هي ثرنتي. فهمنا عذراه ولا ثرنتي. احنا كيفاش معناها كي نقول لك سامي. اي سامي خوك. اقعد بقى بحذا بحذا خاطر هذه علاش شو نقول لكم علي خاطر علي ديما يقول مساميتني دونك انا وليت كبتيتها من علي. يعني يقعد بحذا. اي بحذا الحاجه ذيك. تركتين. فسر لنا تشوفنا عملنا سقوط فسر معناها حط اللبده على تركتي على اثنين على اللبده. انت اخزر حط اللبده. هي ديجا كلمه لبده بركه في القطنيه ولا القطنيه نقول احنا نقولوا لها الغطاء. هو الغطاء. الغطاء الفرشيه. ريتو كل بلاد ورطالها برغم هنا في من نابل الكل وكل واحد شنو يقول هذه حاجه بسيطه على الاخر. اخي انت مستغربه من القطنيه مش مستغربه من اللي قلتهم لي. مستغربه من تبادل الثقافات. تعلم تعلم. تركتي القرنطقي. نخز. لا لا لا. دق دق دق. مكوش. شبي وجهك يقول لك مكوش. مدخنه. متغشش كتب تبدا متغشش هكا منرفزه. سيكم كوم سيكم كوم. وحيني. وحيني راسي يوجع فيا. يحليلي يحليلي كيما يحليلي وحيني. قلوش. اكلوش. لا لا نوع من انواع الصبابط هذايا. نوع من انواع الصبابط. باهي باهي. القبس. القبس. قبس يجيب. القبس يجيب.
هي ملي هو النار الموقدة يقولوا النار الموقدة بيه ويعرى صعيبة صعيبة نقولها حتى احنا انسان ويعرى ولا انسان ويعرى ولا تريك ويع نعم نويلة نويلة هو الدارك اللي تبدا من طين كيما الكويخ نتاع قبل المعمره هذه النوع نوع منهم خاطر هما احجي كيما نقولوا هذه المتوسطه بالطبيعة فن فن ادي. فن المعمار اي اي ادي اجيب هز هز نفسه مشككه والله انا ديما مشكك انا مشككه ياسر في حياتي نشكك في كل شيء نشكك حطيت دابوس الماء في الجدار مشككه ميله ميلة مش انا ميلة انا نشكك ياسر في الحاجات ما نشك يعني دابوسة ماء مشي ولا علاش ديما الماء خاطر باردة سخونة ناقصة ناقصة باه ناقصة ساقومة الواحد نحركوا بها لا هو الصحن من طين داكوغ هاي هاي باه ياسر ارزي يقول لك الحلفة ما تطيب كان برزي والله نسمعها الحكاية عمري ما فهمتها هي كيما العصا يضربوا بها الحلفة باش والله يعطيك الصحة أول مرة يقول لك أي الحلفة ما يطيب كان برزي نسمع المثل هذا يتقال مش عليا راهو يتقال على مجموعة دايرين بيا كمل أرجع أطلع 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 تيليها تستنسنا بها الكلمة دي نغسي وتغيم لا تشبه نبلع ونغص كي تبدأ ريقدة أي مش يبدأ يكبي فيك قبل ما ترقد يبدأ يكبي فيك النوم ما يقولوش يكبي فيا النوم ميل بديت نغسي يعني باش نرقد باش نرقد بديت تغيم قدامي يعني الدنيا باش تغيم شو كمان أنا طول أدخل في التلفون ما عنديش لي تاب هذيك ما نعرفهاش طول ضميري مرتاح ولله الحمد نقراو بالي مسي باش نحكيو اليوم على ليه مازيش امل جات تخدم بسم الله مازيش امل جات تخدم البنيه ندرش تكلمت هو لما حال مع الوضع العام اللي احنا فيه عرفت بربي امل شوف انك الاغنيه رغم الجو المشحون هو مشحون ياسر الجو وطبعا للظرف هذيك البنيه قالت حاجه ما فهمتهاش قالت بديت تقرا والله ما نزيدش عليها حتى شيء علاش يا ملك والله نعانيو في ظروف في البلاد هذه صعيبه شوي ماهوش نكمل واحد كمل 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 وتعدى الاخبار وحدك زاده وحدك وحدك انا خرجينا احنا كمل على باش نحكيو اليوم على ارض القيمه وناسها العظيمه جندوبه تصنف جندوبة من أهم المدن التونسية لإطلالتها السحرية بجبالها وخضارها وبحرها وثارها بلاد عظيمة تاريخ وقيمة الوديان وزينة الثلج كيبان نحكي على جبال خمير وعلى أرض الخير وما ننسيوش بني متير زينتها متسمية عالفلي وسد بوهرتما وواد ملاك شمتو واد الزين وعين سلطان بلطة وشط بركوكش وبحر ملولة وقلوب الزايرين اللي قديمة محلولة بلاد الخير والخمير متسمية على العصيدة العربي والرفيسة وشربة المرمز والكسكسي اللي في كل محضر يحضر وما تحلى الحفلة كان بالقصبة الجو يحفل في خل الكلام تقعد جندوبة زينة البلدان شكرا لك يا ملك يعطيك الصحة يا دقيقتين مزرلك على موجز الأخبار الأخبار بعد شوية أهم الأخبار الجهوية وبالأخص الأخبار الوطنية بش تتبعوها شوية آخر مع ملك الدوسي